طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يدشن حملة جراحة القلب والقسطرة لأطفال اليمن، ويشيد بمركز الملك سلمان في تلبية الكثير من الاحتياجات في اليمن. وزير النقل تفقد المواقع والمساحات الجديدة المخصصة لإقامة مينائي بروم والضبة. تأهل التضامن وسمعون إلى نهائي كأس حضرموت السادسة. أهلا بكم. دشن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرج سالمين البحسني الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن، وتنفذ الحملة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مركز نبض الحياة بالمكلا من الثاني وحتى التاسع من فبراير الجارية. وأكد محافظ حضرموت في الحفل أن المركز ملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسر إمداد لتلبية الكثير من الاحتياجات الصحية والتنموية والخدمية والاقتصادية، كما أشاد المحافظ بالخدمات المتواصلة التي يقدمها مركز نبض الحياة وحرصه على استقدام خبرات مؤهلة ومتميزة في علاج وجراحة أمراض القلب. من جانبه أكد ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نايف العسيري أن المركز دأب وسيستمر في خدمة أشقائهم في اليمن بتقديم كافة الإمكانيات. وكان رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية محمد باشعيب قد كشف في كلمته أن الحملة ستستهدف 120 مريضا من الأطفال من مختلف محافظات اليمن. تفقد وزير النقل صالح الجبواني المواقع والمساحات الجديدة المخصصة لإقامة مينائي بروم والضبة بمحافظة حضرموت. واستمع الوزير الجبواني من الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية المهندس سالم باسمير إلى المزايا الخاصة بكلا المينائين والدراسات الفنية التي أجريت في السابق ومراحل إنشاء المشروعين. وحث الوزير جبواني القطاع الخاص إلى الاستثمار والمساهمة في بناء أحد المينائين، كون أن الأماكن المخصصة لإقامتهما تعتبران ذات مميزات خاصة، مؤكدا حرص ودعم الوزارة لمساندة جهود المؤسسة والسلطة المحلية للاستفادة من هذين المشروعين ولتحقيق طموحات القطاع الخاص بحضرموت، مشيرا إلى أهمية اختيار الموقع المناسب لإقامة المشروعين ودراسة الجدوى فنيا واقتصاديا بهدف إنشاء ميناء حديث بطرق حديثة وبتقنيات تكنولوجية حديثة. ناقش اجتماع اليوم بالمكلا برئاسة وزير النقل صالح أحمد الجبواني أوضاع مرافق النقل وآلية تطويرها بمحافظة حضرموت، وكرس الاجتماع الوقوف أمام نشاط هذه المرافق والتعرف على أهم الصعوبات التي تعترض سير عملها وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها وبما يسهم في تطوير وتحسين أدائها والارتقاء بقطاع النقل بحضرموت. وناقش الاجتماع عدد من القضايا المهمة التي تختص بالنقل، ومنها تخصيص محطة للقاطرات وتنظيم حركة النقل داخل الميناء بنظام الدورة ومخاطبة فرع الجمارك بحضرموت بدفع قيمة جزء من الأرض الخاصة بالمؤسسة المحلية للنقل البري بجول مسحة. واستعرض مدراء المرافق تقارير موجزة عن أداء مرافقهم والأنشطة والأعمال التي يقدمونها في قطاع النقل والصعوبات والمشاكل التي تواجهها. وفي سياق منفصل عقد مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اجتماعه الأول برئاسة وزير النقل لمناقشة القضايا المدرجة في جدول أعماله. وأقر الاجتماع تخصيص ميناء الضبة للاستثمار للقطاع الخاص بهدف فتح المجالات للشركات وأصحاب رؤوس الأموال في الاستثمار في قطاع الموانئ وخلق منافسة تجارية في هذا المجال. وميناء بروم سيتم إنشاؤه وبنائه من المنحة السعودية.
كما أكد المجلس على أهمية إنشاء رصيف موازي في ميناء المكلا بطول 200 متر لاستيعاب أكبر عدد من البواخر والحاويات وتوسيع نشاط الميناء تجاريا واقتصاديا، مؤكدا على إيجاد الحلول المناسبة لإخراج المشروع الرابع من الميناء الذي تسبب في تأخير الميناء من الحصول على الرخصة الدولية للأمن. وشدد المجلس على انعقاد اجتماعه بشكل دواري ومنظم. أقر اجتماع ضم السلطة المحلية بالوادي والصحراء ونواب رئيس جامعة سيون وأمين عام الجامعة وعمداء ونواب الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة استئناف الدراسة بكليات الجامعة ابتداء من يوم غد الأحد. وناقش الاجتماع الأسباب التي أدت إلى الإضراب للمطالبة بعدد من الاستحقاقات المالية المتراكمة لأعضاء هيئة التدريس وإيجاد المعالجات المناسبة لتحقيقها مع رئاسة الجامعة وغيرها من القضايا العالقة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة. وأكد المجتمعون بأهمية استمرار الدراسة بالجامعة نظرا لما يترتب على توقف الدراسة من انعكاسات سلبية تلحق الضرر بمستوى التحصيل العلمي للطلاب. وأكدت السلطة المحلية حرصها على استقرار أوضاع المجال الأكاديمي مشددة بضرورة إعطاء الكوادر العاملة في جامعة سيئون حقوقهم المالية المستحقة بحسب اللوائح والنظم المعمول بها في الجامعة. تسلم الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت 8 مركبات نوع فورد من محافظ محافظة حضرموت مقدمة من المملكة العربية السعودية لرفض وتعزيز أجهزة الأمن بالوادي. وفي حفل الاستلام أعرب مدير أمن وادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العبثاني عن شكره لقيادة التحالف العربي ممثلة في المملكة العربية السعودية لدعمها في تعزيز الأجهزة الأمنية. ودعا العبثاني إلى تضافر الجهود وتوحيد الصف والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالعمل الأمني والشرطوي مشددا بمحاسبة المقصرين في أداء مهامهم وأعمالهم اتجاه واجبهم الوطنية. من جانب آخر، ناقش مدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العبثاني مع مدير عام مديرية السوم سليم شامخة أوجه التعاون المشترك في سبيل الارتقاء بضبط الحالة الأمنية في المديرية. وبحث اللقاء معالجة جملة من القضايا الهامة المتعلقة بالمواطنين وسبل تعزيز وضبط الحالة الأمنية والمخالفين داخل المديرية. بدوره أكد العميد العبثاني على سعي الإدارة العامة للأمن في دعم أمن سوم لحفظ الاستقرار والسكينة العامة في المديرية مشددا على ضرورة ضبط المخالفين عن القانون ومحاربة السلوكيات الغير أخلاقية ومتابعة قضايا المواطنين ورفعها إلى النيابة العامة. اختتمت المنطقة العسكرية الثانية الدورة التدريبية لإعلامي الوحدات العسكرية التابعة للمنطقة، وحظي المشاركون في الدورة بخبرات إعلامية في فن صياغة الخبر والتقرير الصحفي لتمكنهم من أداء مهامهم المناطة بهم في السلك العسكري. وحث رئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد يسر خير الله عمر المشاركون على الاحتفاظ بالسرية التامة للتحركات والعمليات التي تقوم بها الأجهزة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية. ونوه مشرف الدورة الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية هشام الجابري المشاركون بضرورة تسخير كل ما تلقوه من معلومات خلال الدورة لتعاملهم مع الأخبار والتقارير وغيرها. واختتم الحفل بتكريم المشاركين بشهادات تقديرية. اختتمت دورة السلامة المهنية لعمال شبكات الصرف الصحي بالمكلا بتمويل من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالساحل وتنفيذ أكاديمية فيوتشال للتدريب والدراسات استمرت لمدة 2 يوم. وأكد مدرب الدورة سعيد دحدح على أهمية محاور الدورة كونها تتعلق بالأماكن المغلقة وكيفية تعامل عمال الصرف الصحي معها لتفادي الخطر، موضحا للمشاركين كيفية التعامل مع أدوات السلامة المهنية بشكل صحيح وربط الجانب النظري بالتطبيقي. وخلال عملية التطبيق في الميدان بيّن المدرب كيفية التعامل مع الغازات
وتحديد نسبة الغازات داخل الغرف بأجهزة خاصة بها، ومتى تسمع عملية التصفية أو الامتناع عنها، وكيفية إنشاء تهوية لغرفة التفتيش وعملية الترشيد والسلامة المهنية قبل الدخول للغرفة. سلم الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا لمزارعي مديرية حجر 3 مشاريع لتأهيل وصيان قنوات الري ضمن مشاريع برنامج النقد مقابل العمل. وأوضح مدير الصندوق الاجتماعي المهندس محمد الديلمي أن المشاريع تتمثل في تأهيل قنوات الري بقرية الحمراء والقرى المجاورة لها، وتأهيل وصيانة قنوات الري بمنطقة الجول، وتأهيل قنوات الري والعيون والبرك في قرية حصن باس ليمانة. من جانبه قال ضابط مشاريع برنامج النقد مقابل العمل المهندس سالم فلوقة بأن قنوات الري التي تم صيانتها بلغت طولها 5275 متر طولي، كما تم تأهيل وترميم 6 برك مكشوفة. وسيستفيد من هذه المشاريع 520 أسرة موزعة على 5 قرى. اختتم بمركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين البرنامج التدريبي 4 لمتعاقدي مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت. واستهدف البرنامج معلمي ومعلمات مركز النور للمكفوفين ومعلمي ومعلمات الجمعيات ومراكز ذوي الإعاقة بالمكلا. وفي ختام البرنامج أعرب القائمين على هذا البرنامج عن شكرهم لمكتب التربية والتعليم لتنظيم هذه الدورة، شاكرين المشاركين على التزامهم وانضباطهم بالحضور وتفاعلهم أثناء المحاضرات، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية انخراط المتعاقدين في مثل هذه الدورات لتطوير مهاراتهم وقدراتهم. عقد بمدينة سيئون اجتماع لترشيح انتخابات لجنة نقابية جديدة للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالوادي، وتحت شعار من أجل تفعيل العمل النقابي بهيئة الأراضي والمساحة. وفي الاجتماع فتح باب الترشيح من خلال عملية الاقتراع والفرز التي نتج عنها انتخاب كل من عبد القادر الحبشي رئيسا للجنة النقابية. وتأتي تشكيل اللجنة النقابية الجديدة بعد أن تمت عملية الجرد لإرادة النقابة للعام المنصرم من قبل اللجنة المكلفة من الهيئة العمومية. وفي الاجتماع أكد مدير عام هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالوادي هاشم العامري أن الإدارة تعمل مع النقابة في متابعة حقوق العاملين في الهيئة في كافة مديريات الوادي، مشيدا في الوقت ذاته بجهود اللجنة النقابية السابقة. واختتم الحفل بتكريم مدير عام الهيئة وأعضاء اللجنة النقابية بالهيئة من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال وادي حضرموت نظير جهودهم في العمل النقابي في الهيئة. توج شرارة لحج لكرة اليد بطل نهائيات بطولة المحبة والسلام على حساب منافسه شعلة عدن الذي حل وصيفا للبطولة المقاومة في مدينة المكلا برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ محافظة حضرموت. ويمولها صندوق الرعاية النشئ والشباب بتنظيم وزارة الشباب والرياضة ولجنة كرة اليد واتحاد اللعبة بساحل حضرموت. واستطاع الشرارة أن يحقق البطولة في ختام منافسات المرحلة الختامية من دور 4 بين الأندية المتأهلة من تجمعي سيئون ولحج، والتي احتضنها الملعب الشامل للألعاب الرياضية بملعب الفقيد برادم بالمكلا. تأهل التضامن وسمعون إلى نهائي بطولة كأس حضرموت في نسختها 6 بعد فوزهما على اتحاد سيئون وشباب القطن على أرضية ملعب الشهيد جواس بسيئون. وكان التضامن أول للمتأهلين عقب فوزه على اتحاد سيئون بنتيجة 2-1 في افتتاحية مباريات نصف نهائي البطولة التي تنظمها لجنة كأس حضرموت برعاية وتمويل محافظ محافظة حضرموت، فيما لحقه سمعون بتخطيه شباب القطن بهدف نظيف. كرة خطيرة وتصويب، الله 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 الله. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يدشن حملة جراحة القلب والقسطرة لأطفال اليمن، ويشيد بمركز الملك سلمان في تلبية الكثير من الاحتياجات في اليمن.
وزير النقل تفقد المواقع والمساحات الجديدة المخصصة لإقامة مينائي بروم والضبة. تأهل التضامن وسمعون إلى نهائي كأس حضرموت السادسة. السيدات والسادة، قدمنا لكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلا المحلية. إلى اللقاء.